طبعا كل الكلام هيبقى عن الحكومة السابقة والحكومة المقبلة إن شاء الله. خلينا نرحب جدا بضيفنا العزيز عبر التليفون دكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أهلا بيك يا دكتور فخري. أهلا بيك معالي النائب. يا رب يخلي حضرتك يا رب. القدير واحترام للسادة المشاهدين، وكل تحياتنا واحترامنا لشخصكم الكريم يا دكتور. ويمكن محتاجين نسمع من دكتور فخري الفقي عن يمكن تقييمه لأداء الحكومة السابقة وتوقعاته أو تطلعاته للحكومة القادمة، وأبرز تحديات الحكومة اللي جاية إيه. يعني عاوز أقول لسيادتك أنه يعني حكومة دكتور مصطفى مدبولي يعني في الست سنوات الماضية حتى اليوم حقيقة يعني أدت أداء وأبلت بلاء يعني حسنا، وبذلت جهود يعني كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت. وفي السنتين الأول في أول سنتين كانت الأمور مستقرة والاقتصاد حقق فيها معدلات نمو كبيرة. في هو طبعا بدأ من سنة 18 ولحد يعني فيروس كورونا كان في مارس سنة 20، يعني سنتين الأولين كان الاقتصاد يسير يعني سيرا يعني كما هو متوقع، وكل المؤشرات كانت يعني في الاتجاه المبشر في هذه. ولكن في الأربع سنين الأخيرة اللي هو من بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ما يعني التوترات والصراعات في يعني الأقاليم المجاورة لينا سواء في السودان أو انقسام في ليبيا أو الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، كل دي أدت إلى تعقد المشهد بصفة عامة، وبالتالي الضغوط على مصر كانت في كافة الاتجاهات وكافة الجوانب سواء كانت جوانب سياسية وجوانب اقتصادية، وأيضا انعكست على البعد الاجتماعي في هذه الحالة وحدوث الغلاء. وطبعا في هذه الحالة كانت حكومة الدكتور مدبولي يعني أعتقد أن هي يعني يعني استطاعت انها يعني تجعل الاقتصاد المصري بقدر الامكان في ظل التداعيات انه يعني يسير يعني كما يعني اقصى ما يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف الصعبه جدا. وعشان كده بقول يعني في خلال الفتره دي يعني كويس اللي احنا قدرنا نوصل ل يعني المؤشرات الاقتصاديه، وعد يعني بنعدي موجة الغلاء، ارتفاع أسعار الفايدة وزيادة يعني فوائد الدين والدين كمان في هذه الحالة. كمان معدلات النمو اللي كنا متوقعينها تكون في السنة الحالية اللي احنا تخلص كمان شهر في شهر طبعا يونيو، في هذه الحالة بالطبع انها ادت الى يعني تحقيق ما يمكن أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل هذه التداعيات الصعبة والظروف الصعبة. في المستقبل حكومة الدكتور مدبولي يعني طبعا تجديد الثقة للدكتور مصطفى مدبولي ده طبعا يعني معناها أنه إن في عديد من الملفات والتحديات ما زالت قائمة وتحتاج إلى مايسترو، فهو يعني ال يعني يعتبر المايسترو او القياده اللي هي تحت طبعا يعني في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه بيجد في الدكتور مدبولي يعني استمرار للفتره القادمه. ولكن هنا بنقول طبعا تشكيل الحكومه القادمه بانه اهم حاجه فيها الملف الاقتصادي وحسن اداره الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى، لأنه عندنا تحديات كبيرة في الفترة اللي جاية اللي هتواجه الحكومة القادمة إن شاء الله. فبنقول أول حاجة اللي هو محاربة استمرار جهود الحكومة القادمة، استمرار محاربتها للغلاء والتضخم، ودي طبعا بنقول مهمة البنك المركزي بالدرجة الأولى طبعا. سخونة الأسعار
ما زالت برضو معدلات التضخم والغلاء مرتفعة حسب الإحصائيات. آخر إحصائيات عندنا متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي إن معدلات التضخم في شهر أبريل، لسه طبعا شهر مايو لم يعلن إن إحنا لسه في بداية يونيو يعني، وعشان كده بنقول هو في حدود 31%. طبعا هبط من يعني خلال ستة أشهر من 40%، لكن ما زال مرتفع. 31% ما زال برضه مرتفع، وبيؤثر على يعني شريحة كبيرة من الطبقات البسيطة وأيضا الطبقة المتوسطة. عشان كده بقول إنه ده أول تحدي بيقابل الحكومة اللي جاية، ودي مهمة مين بقى يا فندم؟ البنك المركزي، ودي مهمته الأساسية بالإضافة إلى مهام أخرى، لكن مهمته بالدرجة الأولى هو محاربة لجم معدل التضخم واحتوائه، بحيث إنه يوصله. يعني أنا في تصوري الحكومة، البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية في هذه الحالة، إنه سياسة نقدية متشددة برفع سعر الفائدة حقيقة في خلال شهر فبراير ومارس اللي فاتوا ب 8%. طبعا ده عشان يقدر يلجم التضخم خلال فترة أقصر فترة ممكنة، لأنه ارتفاع أسعار الفائدة ليه تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي. وعشان كده بنقول إنه البنك المركزي يعني بيستهدف معدل تضخم يكسر حاجز 10% كما كان قبل أزمة روسيا وأوكرانيا في حدود 5-6%. فأعتقد أنه أمامه يعني فترة الحالية إلى أعتقد نهاية سنة 25، يعني قدامنا فترة سنة ونص تقريبا، أنه يتراجع تدريجيا، ولو أنه التضخم يعني يبدو أنه لزج، بنسميه لزج ليه؟ لأنه معقد للغاية، وبالتالي أنه رفع سعر الفايدة يعني رفع يعني متسارع إلا ب 8% خلال فترة وجيزة، علشان يعني يلجم التضخم في أقل فترة ممكنة. أتصوري أنه يوصل يكسر حاجز 10% ويبقى في الحدود اللي المواطن يتحمل. طب دكتور فخري، ألا يستلزم ذلك؟ يعني البنك المركزي عنده جهد كبير في مسألة لجم أو كبح جماح التضخم، لكن في النهاية البنك المركزي أيضا زي ما حضرتك برضو ذكرت يحتاج لأنه وزارة المالية تبقى بتساعد معاه لأجل ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وإحنا عندنا نسبة كبيرة موجودة في اقتصادنا وضعها غير رسمي على الإطلاق، وأيضا في وزارة التجارة الداخلية، تموين والتجارة الداخلية، هي مسألة مراقبة الأسعار ومراقبة الأسواق علشان برضو كبح موجات الغلاء غير المبررة. بص يعني أشكرك على أنك يعني النقطة الثانية بقى، خلال فترة لحد ما يوصل البنك المركزي ويكبح جناح التضخم أو يلجمه ويوصله ويكسر حاجز 10% ويعود إلى مستويات 5-6%، هياخد 18 شهر اللي هم سنة ونص لنهاية 25. طيب إذا كان لهيب الأسعار هيستمر وبس إيه بينخفض تدريجيا في هذه الحالة، بحيث إنه يبقى 5-6% ده بنسميه معدل تضخم أو غلاء يعني مقبول أو معتدل بيسموه، ده كان موجود قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وكان المواطن بيتحمله لأنه بياخد علاوة، وبالتالي لما يتخصم منها 5% زيادة في الأسعار بيتفيد له حاجة يقدر يعني يحسن بيها مستوى معيشته في هذه الحالة، بالإضافة إن رجل الأعمال اللي بيبيع البضاعة بتاعته برضه يحقق قدر من الأرباح يتوسع في أعماله في المستقبل. طب الفترة دي لهيب الأسعار دي مش محتاجة الدكتور يعني وزير المالية ان هو يخفف الاعباء المعيشية للناس دول لحد ما يعني الغلاء والتضخم تنكسر حدته؟ هنا بنقول بقى اللي هو شبكة الحماية الاجتماعية، ودي مهمة، ده بتبان بقى في الايه، في الموازنة العامة للدولة. لو بصينا الموازنة العامة للدولة للسنة اللي جاية اللي هتبدأ في اول يوليو اللي جاية، يعني كمان شهر تقريبا، يعني هنجد انه نمرة واحد انه المرتبات، زياده المرتبات، وطبعا ده في الباب الاول في الموازنه، المرتبات والمعاشات زادت هي الاخرى. نلاحظ ان زياده المرتبات والمعاشات يعني هتستمر، بدات من مارس اللي هو قبل السنه الماليه
الجديده ما تبدا باربع اشهر. كنا في رمضان لو فاكر فيها التكلفه. ايوه بالظبط. فيبقى الزيادات دي هتستمر لمده من مارس لحد نهايه السنه الماليه القادمه اللي هتخلص في يونيو سنه 25. اذا خلال فتره اللي هم نقول 16 شهر دول زياده المرتبات والمعاشات يعني ودي طبعا مش اول مره بتزيد فيها المرتبات والمعاشات. ده دي خامس سنه بيحسنوا فيها مستويات المرتبات والمعاشات بالاضافه الى الحد الادنى للاجور كمان سواء كان في الحكومه ده مقدور عليها. في القطاع الخاص في المجلس القومي للاجور طبعا وزير التخطيط هي اللي بتكون معنيه بهذا ووصلت الى انه كمان يبقى الاجور في القطاع الخاص برضه تزيد بمعدلات مع استثناءات لبعض الفئات في هذه الحاله المشروعات الصغيره والمتوسطه. اذا ايضا كمان بنرفع حد الاعفاء الضريبي وده يستفيد منه مين؟ صحيح. طبعا طبعا بدل ما كان 45,000 فاقل ما يدفعش ضرائب خليناها 60,000 في السنه يعني اللي مرتبه 5,000 فاقل ما يدفعش ضريبه. والزياده في الحد الاعفاء الضريبي يستفيد منها اللي بيشتغل في الحكومه لانه بيدفع ضرائب ويستفيد منها اللي بيشتغل في القطاع الخاص. فده يعني المعاشات برضو الحد الاقصى اللي رفعت بتترفع بيه وفقا للقانون بتاع المعاشات وضمان التامينات الاجتماعيه. القانون بيقول يزيد المعاشات بإدارة التضخم بما لا يزيد ده القانون بيقول كده عن 15%. فهو بيتم رفع المعاشات ب 15% برفع المعدل طبعا يعني اقصى حاجه يسمح بها القانون. وعشان كده بنقول انه حتى ده مش اول زياده في المعاشات ده دي يعني مع زيادات متتاليه لمده من 5 سنين. اذا فالتحدي اللي موجود كبير يعني ليس سهلا على الاطلاق امام الحكومه المزمع تشكيلها باذن الله. يعني نتمنى ليهم التوفيق الحقيقه. وانا لازلت اقول انه لازم ناخد بالنا جدا من مساله مراقبه الاسعار. انا اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.